الإحصاء هو واحد العملية وطنية مهمة كتطلب استعدادات كبيرة باش تدوز في أحسن الظروف. التنفيذ ديال هذه العملية كيدوز من بزاف ديال المراحل، كل مرحلة في وقتها والأشغال ديالها وشكون اللي مكلف بها، ومرحلة الترتيبات هي واحدة من هذه المراحل اللي كتدار بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللي كتهدف لتوفير الوسائل المادية والبشرية اللي كيتطلبها إنجاز الإحصاء في كل عملة وكل إقليم وكل جماعة. كيتكون الطاقم البشري اللي كيتكلف بإنجاز الإحصاء في الميدان من باحثين ومراقبين ومشرفين، واللي العدد ديالهم وصل في هذا الإحصاء ل 55 ألف شخص في المجموع، منهم 7% في الجهة ديال الشرق مثلا. من بعد تكوين عن بعد كتنظم المقابلة الشفوية اللي كتأكد لنا بلي المترشحين ضابطين جميع المفاهيم. من بعد ما كيتعين كل فرد في المنطقة اللي غيشتغل فيها كتعطى لائحة المقبولين للسادة الولاة والسادة العمال اللي كيتكلفوا بإرسال الاستدعاءات بكونهم عندهم السلطة التنفيذية في هذه الجهات. بالنسبة لإحصاء 2024 بدأت الأشغال ديال وضع الترتيبات في فبراير 2024 واستمرت حتى النص ديال شهر يوليوز 2024، وكان كيسهر على هذه العملية في كل عملة أو إقليم واحد الفريق تقني مكون من مشرف إقليمي والمساعد ديالو، وهما تابعين للمندوبية السامية للتخطيط زيادة على متصرف إقليمي تابع لوزارة الداخلية.